هاي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنشارك معكم مشترياتي، شريتهم شي شريتو من ايف غوشي. المهم ايف غوشي راه معروفه، كلشي كيعرف لو برودوي ديالها، ومن بينك باندا واحد السيد كنشري منو الميك اب. وعاد باش الصباح خرجت وشريت شي حاجات كانوا خاصيني من واحد الحانوت اكوي سابونه، حتى هو شريت منو الميك اب. ما نطولش عليكم بالهضره، هذه راه ماشي اشهار، غير بغيت عارفين راكم بغيت نشارك معكم كاع داكشي اللي كنشري. السيمانه الجايه غيجيوني واحد الحوايج من شاين، اورديت عليهم شي سيمانه هذه. المهم ان شاء الله من يوصلوني نشاركهم معكم، وبقاو معايا. اول حاجه غنبدا لكم بها هي هاد الهايلايتر، شريته من بينك باندا. المهم باقي بالسكوتش، صار كيبان من هنا. وشريت هاد الايلاينر ووتر بروف. صراحة انا الميك اب ديال ريفولوشن كيعجبني بزاف. شو ووتر بروف، حيتاش عندي بزاف ديال الايلاينر، ولكن ما كنت شاريه ووتر بروف، كنت غير كنغسل وجهي كيمشي ليا كلشي، كيضيع ليا. هاد الباليت ديال كونتورينغ، هيا شتو كتشوفو، كاين من ناصح حتى الغامق. دابا هادي فنة، شوفو شحال زوينة. شو الالوان اللي فيها واعره صراحه، حمقتني انا مني شفتها في السيت. شتو الالوان اللي فيها واعره صراحه. دابا البنات غنوريكم اللي شريت الصباح من الحانوت، بالنسبه للي شعرها خسر ليها وباغا تشري لي شي زيت باش يريباريه ليها، بحال انا درت هذيك سميتها ديكاباج، كان بدا شوك ليا، ولكن استعملت هذا كان سالا لينا، وعاود شريته. كنت استعملته انا غير جوج مرات، حاجه المهم شعري ما كانش خاسر بزاف. هذا شريته الصباح عاوتاني مع كان سالا لينا، صراحه واعر. شوفوا فيه زيت ارغان كابيليسي كي داني جاتي، زيت شعر اللي ناشف وخاسر بزاف. المهم هذا 10/10. عاد باش شريت هذا الايلاينر الاخر عادي، حيت شريت هذا شريته عادي ولكن غير من الحانوت. وهذا الماسكارا اللي عشتو حمقني، شو كيدير، داير بحال بوماده، واعر صراحه. خديت هاد كونسيلر 16 ساعة كيبقى. ودابا ندوزو لإيف غوشي. نبدا ليكم بهاد الجوج، هاد الالوان حمقوني عكورة. هذا غوز كما كتشوفوا، نيود اللون ديال الفم زعما ملي كديروه ما كيبانش. وهذا احمر مكتوبه غوج فلامبوا، حتى هو واعر. اورديت على هذا القلم، تا هو ووتر بروف، قلم ديال العينين. شريت جوج ماسكارا، واحد ليا واحد لختي. هاد الماسكارا هكا، انا راه واخا الحاجه يكون عندي منها 100 كنبقى نشري منها، باش المهم مني تسالي ليا الحاجه، ولا بعض المرات كينشفوا الماسكارا
صح كي نبدلهم وكندير هذوك الجداد اللي عندي. شريت هاد اليزير ديال جوفينات صح واعر صراحه. هذا كيدار جوج مرات للسيمانه وتخليه شي 5 ولا 10 دقائق، وهذا باش تحيدوا بدك القطن المدور تحيدوه تمساجي وتحيدو. واعر صراحه كنصحكم به، فيه سميتو ديال الالكول وكي ريباري لو جاكي بحال كيعاود البشره كيعاودها من جديد فهمتوا. المهم انا راه كنحاول نفسر لكم داكشي اللي كنعرف على حساب الكلمات اللي كنعرف. هذا تا هو اليزير، هذا تراتامينتو نحلو لكم. هذا جل ديال الكريم، هادشي كامل من فرنسا الدريات. المهم ما بغاتش تحل ليا هذا مهم. كنت كنقول لكم ودابا عندي هذا مع هادو خديت منهم ثلاثه، حيتاش اللي كناخذ منها خاصني ضروري ناخذ منها لختي، حيتاش عارفين الخوت شويه. المهم هادي اللي عندها البشره حساسه بحال دابا بعد المرات كديروا شي حاجه ما كتوافقكمش تقدروا تستعملوا هذا الكريم كتحيد لكم الحساسيه من البشره كلشي صراحه. وكاع هادشي كما كنت كنقول لكم قبيله طبيعي 100%. اخر حاجه هي هاد التونيكو. انا كان عندي تونيكو ديال شاريه مع الحليب ديالو، ودابا شريت هذا ملي كنحيد الماكياج ولا المهم كنبغي نمشي نعس كنشد هذاك القطن الصغير وكنماساجي به وجهي صافي وكنخليه قبل ما تستعملوه كتاجي ديه هكا وعاده باش تستعملوه. مهم هادو هما الاشياء اللي وريتكم. هذه هي النهايه ديال الفيديو. غنوريكم البلايصه فين سجلت، راه انا عند خالتي دابا. عرفتوا شنو؟ الاضاءه واعره كلشي واعر. شوفوا شوفوا شوف كي كيبان، شتو الدنيا كي باينه. واخا اليوم محرك شويه البرد، ولكن راه داك البرد اللي ما بارتش صاد. شتو زوينه زوينه، كاينين الناس كيتحتشوا لتحت ما عرفتوش قد سمع صوتهم. المهم كتبوا لي في التعليق لا عجبكم الفيديو ولا عجبتكم شي حاجه. صراحه هذا الشيء كله واعر، انا ما كنشري الحاجه حتى كنقرا عليها زعما دوك الريتينسيون اللي كيكونوا لتحت الكومونتيرات. نتمنى يوصلوني الحوايج هاد السيمانه باش حتى هما ندير لكم عليهم فيديو ونوريهم لكم، راه طوب. ونتمنى يعجبكم الفيديو وتخليوا لايك، واللي تفرجت للنهايه شكرا، واللي جديد معايا في القناه مرحبا به. نتمنى تبارطاجيو الفيديو الى عجبكم، وباي باي. سلمي وداد كنت كنمنطي في الفيديو ديال المشتريات وجاوني حاجات اخرين من السيد ديال بينك باندا غنوريكم دابا. كنت مأورديني عليهم شحال هادي داكشي علاش يلاه جاوني وكيجي بشويه بشويه، باقي ما جانيش كلشي. ملي يجوني حوايج الاخرين ندير عليهم فيديو ابا باش مي الفيديو ما يجيش فيه بزاف. هادي هي الكارطونه اللي جاتني. المهم راه هادو هما المشتريات ديال العيد، راه خسرتهم في الحوايج وفي خسرت فلوسي هاد الشهر غير في الحوايج وفي الماكياج. ما نعاودش لكم شحال ديال الماكياج اورديني علي. هذه احسن حاجه، ها هي البواطه ديالها شوفوا كي دايره الداخل فيها. هادو ديال العينين، هذه باش كيتما شطو الحجبان. هادو ديال العينين اللي حمقوني رطبين، وتا هادو ديال هذا غيكون ديال الكونتورينغ ولا الفوندو تاع راه سادينهم بهادي. المهم هاد الشيتا
وهذه اللي كتشوفوا هكا رطبين. غنحيدو نطرفو في بلاصه باش ما نتلفش. وعاد باش شريت هاد الايلاينر ديال الماء، شريت منه جوج، لا واحد راه وريتو لكم ديك النهار، وهذا هما ماشي كلهم نفس الماركه، كل واحد وماركه، ولكن كلهم ريفولوشن، غير ما كل واحد وكي داير. بغيت نجربهم كاملين. وعاد باش شريت هاد الفوندوتا، كانت ستاب نيويورك. هادي شو كي كترجع، هادي منها كونتورينغ منها هايلايتر ديال كونسيلر، ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان ولا لا، كي نشوف. شتو هذا الكونسيلر وهذا الكونتورينغ، شتو كما كنت كنقول لكم ما كيكونش كلشي نفس الماركه، كيكون شتو هذا نيويورك وهذا تا هو نيويورك، ولكن هما كلهم من نفس السي. ودابا احسن باليت خديتهم واعرين حمقوني، نوريكم شوف واعرين. نبدا لكم بهادي بنات، والله الا حمقوني انا، نتوما شوف هادي وقلة فاسكوتش نحيد. هادي راه كيفاش كيقولوا لها، بحال هذاك البلاستيك، هي واعره الالوان واعرين. لا لا زوينين، انا ما نكذبش عليكم راه حليت هذا الشيء قبل ما قديتش نبقى نتسنى حتى ندير فيديو، حليته وشتو حيتاش صراحه انا داك الشيء اللي كتشوفوا في التصاور كيجيكم هو هذاك بحال التصاور بحال. وهذه شوفوا كيف يكونوا من الله، شوفوا الالوان ديال هذا، هذا الحمار واعر هو، وهذا الغوز فينوس وجوبيتر زعما ديال البيانيت ديال هذوك اش كيقولوا ليهم، ولا ما عرفت كي نقول لكم بيانيتي زعما دوك مارس ونبتورن وفينوس، المهم راه شي وحدين غيعرفوهم و جاش ما جاونيش بالعربيه. صافي وصيفطوا لي هاد العكار كادو حيتاش كنشري زعما من عندهم ديما، عجبني اللون. كنعاود ناكد عليكم هذا راه ماشي اشهار، شارياه بفلوس، ها نتوما كتشوفوا الورقه ديال الفلوس. هادي كي كيقولوا لها سكنترينا، المهم وصيفط لي حتى هادي ديال تاتو زوينين ديال اللحم، ومن غير هادشي اللي جاني اليوم
خرجت انا وشريت واحد الباليت ديال كايلي جينر، شريت واحد الباليت ديال كايلي جينر كتحمق، انا ما نعاودش لكم غير هي. قبل ما نوريها لكم جربت البونجا، البونجا توسخت لي شويه ولكن ها هي امام لكم. هذه هي هنا فين كانت هذه البونجا، انا حيدتها، وهذه البونجا ديال السيليكون حتى هي حمقتني. شوفوا هادو هما، كايلي جينر كنظن كلشي كيعرف كايلي. شوفوا هادي كي دايره، كتخشي يديكم هكا واعره، وهادو هما الشيتات كما كتشوف. ما كرهتش شكون جاني كلشي في دقه باش نوري لكم، نوري لكم كلشي، ولكن خاصنا نتسنى الاورديناتور على واحد الحوايج والاكسسوارات واعرين، ما نعاودش لكم ولكن ماشي من هذا السيت، من شين اللي كنتو تعرفون، ما نعاودش لكم. انا هادو عشتهم حمضوني وشريتهم، طاحت لي الشيته. صافي هادو هما المشتريات اللي شريت. قلت بلا ما نبقى ندير جوج فيديوهات مفارقين، مني جاوني جاوني وانا باقا ما لحقتش ديك الفيديو، قلت لا ما نمونطي كلشي في دقه نلوحو. المهم هاد الفوندو تاع راه صراحه واعر، وي كانت ستوب وونت ستوب، واعر. شفت الناس بزاف انا كيهضروا عليه، داكشي علاش لقيتو في هذا السيت وانا ناخذه. واحد الريحه حليتها، عرفتو ما نعاودش لكم الريحه ديالها، ما كرهتش شكون كانت شي حاجه تقدروا تسمعوا تشموا ريحتها من التليفون، راه ما نعاودش لكم واعره. شوفوا ها واعره، خساره ما تقدروش تشموا الريحه. سويت مي سميتها، ما نعاودش لكم على الريحه البنات، ما نعاودش لكم. المهم هادو هما المشتريات ديالي دابا، الاخرين غنشاركهم معكم من يجيو. نتمنى يجيوني هاد الايامات باش نشاركهم معكم في اقرب وقت. المهم هذه هي النهاية ديال الفيديو، نتمنى يعجبكم. واخا درت المقدمة، درت النهاية في الفيديو الاخر، غنديرو في هذا عاوتاني، غنشوف كيفاش. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تخليو ليا لايك، واللي جديد مرحبا بيه، واللي قديم مرحبا بيه، وكنشكر كل شيء كاع الناس اللي مدعميني، كنبغيكم بزاف ونشوفو فيديو جديد، وباي باي.